السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبطال، كيف حالكم؟ وين هاشم؟ كيف حالكم يا حلوين؟ هل أنتم مستعدون لحصة اللغة العربية؟ أيوة. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أنت بخير بس. لا لا يلا. اشتقت إليكم كثيراً. هل كنتم سعداء في العطلة؟ أيوة. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. وقت اسمع بعضنا، تعال اسمع الناس، خلاص شو تلاقى صوتك. كيف حالك يا ماريا؟ هل أنت بخير؟ أيوة. نعم. حماد، أحمد، ميرا، هيا يا أبطال، هل أنتم مستعدون لحصة اللغة العربية؟ من يقول لي نعم؟ نعم. مستعدون؟ نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا يا أبطال لنتعرف إلى اليوم. اليوم ولحظة. اليوم هو الأحد. ما هو اليوم؟ الأحد. اليوم الأحد ماما. ثلاثة واحد 2021 ميلادي، 19 جماد الأولى 1442 هجري. ما هي حصتنا؟ حصة اللغة العربية. حصة اللغة العربية. العربية. أحسنتم. اليوم يا أبطال سوف نقوم بمراجعة جميع الحروف التي أخذناها في الفصل الأول. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم. نعم. نعم. بارك الله فيكم.
الآن سوف نتعرف إلى كتاب أغنية أيام الأسبوع. يلا غنوا معي. أيام الأسبوع سبعة. سبعة هي سبعة. أيام الأسبوع سبعة. السبت الأحد. السبت الأحد. الثلاثاء. والأربعاء. الخميس والجمعة. سبعة سبعة. أيام الأسبوع سبعة. سبعة سبعة. أيام الأسبوع سبعة. السبت الأحد. الخميس والجمعة. سبعة سبعة هي سبعة. أيام الأسبوع سبعة. سبعة سبعة هي سبعة. أيام الأسبوع سبعة. أحسنتم بارك الله فيكم. إذن يا أبطال اليوم سوف نقوم بتذكر الحروف التي سبق وتعلمناها. نقوم بربط كل حرف مع البيئة. هيا نتذكر الحروف. هيا يا أبطال الآن سوف نتعرف إلى الحروف. الهجاء. حروف الهجاء. من يقول لي ما اسم هذا الحرف؟ باء. باء. أحسنتم. وهذا الحرف؟ جيم. جيم. بارك الله فيكم. وهذا؟ دال. دال. مرحلكم. وهذا؟ را. 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 برافو. أحسنتم. وهذا؟ جيم. داي. بارك الله فيكم. وهذا هيا يا أبطال. شكرا لكم. وهذا مرحلكم يا أبطال. أنا مسرورة بكم. وهذا الحرف واو. واو. أحسنتم أحسنتم. هيا يا أبطال من يقول لي ما اسم هذا الحرف الجميل الذي أخذناه سابقا؟ حرف الدال. حرف الدال. بارك الله فيك يا ميرا. أحسنتي. حرف الدال. دا دا. حرف الدال. دا دا. حرف الدال. دا دا. أحسنتم. دال. هيا يا أبطال من يقول لي ماذا نرى هنا؟ دال. ما هذه؟ دجاجة. دجاجة. أحسنتم. دا دا. دجاجة. قولوا معي. دا دا. دجاجة. دا دا. دجاجة. أحسنتم. وهذه؟ دجاجة. دراجة. بارك الله فيكم. وهذا الحيوان الضخم ما اسمه؟ دب. أحسنتم. وهذا؟ درهم. درهم. أحسنتم. أحسنتم يا حلوين. درهم. درهم. أحسنتم. الآن يا أبطال أريد منكم أن تقوموا بكتابة حرف الدال تقدروني إياها. هيا يا حلوين اكتبوا حرف الدال على ورقة بيضاء. هيا يا أبطال اكتب حرف الدال على ورقة بيضاء. ماما يلا. أنا بنتظركم. نعم. يا أبطال.
أنا الكرب. أنت يا ميرا. هذا حرف دال. بارك الله فيك. أيضا من يريني؟ أحسنت يا حمد. بارك الله فيك. أمس عايزة إيه؟ هذا ماريا. أريني ماذا كتبتي؟ أنت يا ماريا. بارك الله فيكم. هل انتهيتم؟ نايلة. كده يا نايلة. أريني ماذا كتبتي؟ أحسنتي يا نايلة. بارك الله فيك. الآن يا أبطال. أحسنتي. الآن يا أبطال سوف نتذكر حرف جديد. من يقول لي هذا الحرف؟ هذا حرف را. حرف الراء. را را. ما هذا الحرف؟ حرف الراء. حرف الراء. ما هذه الصورة؟ من يقول لي؟ را. هذا حرف الراء. أحسنتم. وهذه الصورة وهذا ما اسمه؟ را. هذا ريشة. را. 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 أحسنتم. هذا رأس. را را رأس. را را رأس. وهذا رمان. وهذا راكون. را را راكون. را را راكون. را را راكون. وهذه ريشة. 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 بارك الله فيكم. من يعطيني كلمة تحتوي حرف الراء؟ هيا يا أبطال. ريشة. ريشة. أحسنتم. أيضا رمان. ريشة. ريشة. أيضا رمان. رمان. راء. رأس. أحسنتم. أيضا رمان. فاطمة. رمان. أحسنتم. ميرا. ما هذا؟ من يقول لي ما هذه الصورة؟ ريشة. أحسنتم. أيضا حمد. ما هذا يا حمد؟ ما هذا؟ كأس. أحسنتم يا أبطال. حمدان. قل لي ما هذا؟ رأس. رأس. أحسن. بارك الله فيك. الآن يا أبطال سوف تقولون لي ما اسم هذا الحرف. حرف الباء. أحسنتم. حرف الباء. حرف الباء. حرف الباء. ب ب
من يقول لي ما هذه الصورة؟ بطيخ. بطيخ، أحسنتم. وهذه الصورة؟ ببغاء. ببغاء، أحسنتم. وهذه الصورة؟ قطة. قطة، بارك الله فيكم. إذن هذا بطيخ، قولوا معي بطيخ. وهذا صورة برتقال. يا حمد، هيا يا حمد ردد معي. برتقال. برتقال. هذا الطائر الجميل اسمه ببغاء. الآن يا أبطال، أريد منكم أن تحضروا أي شيء يحتوي على حرف الباء. يا أبطال، أي شيء يحتوي على حرف الباء. دمية بطة، دمية بقرة، برتقال، أي شيء. هيا يا أبطال، أنا بانتظاركم. بابا ولا هنا. تفاعد إلى الخمسة. واحد. بالون، أحسنتم. إسنان، أحسنت يا حمد. ماذا تحمل في يدك يا حمد؟ برتقال، أحسنت. برتقال. نايلة، ما هذا؟ برتقال، أحسنتي. وماذا تحملين يا ميرا؟ برتقال. برتقال. أيضاً أروني ماذا تحملون في يدكم؟ ماذا تحملين؟ برتقال، أحسنتم. أيضاً فاطمة، ماذا تحملين في يدك؟ ماما. عبد الله، ماذا تحملين في يدك؟ عبد الله، ماذا تحمل في يدك؟ كوش السبت. كريم يا عبد الله. برتقال. برتقال، أحسنت. بارك الله فيكم وشكرا لكم. ماذا كتب حرف ال... ماذا كتبت حرف الباء؟ حمد، كتبت حرف الباء. شكرا لك، أحسنت، بارك الله فيك. شكرا لكم يا أبطال. الآن سوف حرف الزاي. هيا نرى الصور. ما هذه الصورة؟ صورة زرافة. 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 زجاج، أحسنتم. إذن هذا حرف الزاي. حرف الزاي اسمه زاي.
وصوته س س اسمه زي وصوته ز ز قولوا معي ز ز ز ز ز ز ز زرافة قولوا معي ز ز زرافة ز ز زيتون ز ز زيتون ز ز زجاج ز ز زجاج ز ز زر ز ز زر 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 يا أبطال قوموا بكتابة حرف الزاي على الورقة البيضاء التي أمامكم. هيا اكتبوا حرف الزاي. أنا بانتظاركم. هيا يا أبطال. حرف الزاي على الورقة البيضاء. يا أبطال ماريا أريني ماذا كتبتي؟ أحسنتي حماد أريني ماذا كتبت يا حماد؟ أحسنتي يا ماريا بارك الله فيك. نايلة ماذا كتبتي؟ أحسنت يا حماد. نايلة أحسنتي. كلا ماذا كتبت يا أحسنتم بارك الله فيكم. الآن سوف نقوم بمراجعة حرف جديد. ما هذا الحرف؟ هيا يا أبطال حرف جيم. حرف الجيم. حرف الجيم اسمه جيم صوته جا جا. افتح فمك جا 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 جا. هيا نرى بطاقات حرف الجيم. ما هذه الصورة؟ جبل. جمل. أحسنتم جمل. جبن. جسر. جبل. جمل. هذا جمل يعيش في الصحراء. وهذا جبل. جبل هو مرتفع وعالي. وهذه جزرة. ج ج جزرة. ج ج جزرة. وهذه من يقول لي ما هذه؟ ما حد يقول لي. جبن. أحسنتم. هذه بطاقات حرف الجيم. جمل. جبل. جبن. وجزرة. جزرة. ج جزرة. ج ج جزرة. أحسنتم بارك الله فيكم. هيا يا أبطال أريد منكم أن تقولوا لي كلمات تحتوي على حرف الجيم. هيا يا أبطال. نايلة
جبن احسنتي ايضا عبد الله يا زهرة ايضا من يقول لي كلمات تحتوي حرف الجيم جبن احسنتم احسنتم بارك الله فيكم الان سوف نقوم بمراجعه حرف العين حرف العين حرف العين حرف العين ما هذه الصورة؟ صورة عصفور عصفور أحسنتم وهذه صورة عصفور عنب عنب هذا عصفور هذا عسل هذا عصير عصفور عنب عنب عسل عصير هذه بطاقات حرف العين عصفور عنب عصير عسل هيا يا أبطال اكتبوا حرف العين على ورقة بيضاء هيا يا حلوين هيا يا أبطال أنا بانتظاركم أريني ماذا هذا حرف العين اكتبوا حرف العين على الورقة احسنت بارك الله فيك احسنتي ميرا أنت يا حمد بارك الله فيكم محمد أحسنت أنا حور أنت يا حور اكتب حرف العين ولا حرف العين مالك اكتب على ورقة ممكن يا عبد هل انتهيتم من كتابة حرف العين؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم أروني بسرعة أكبر أحسنتم أحسنتم سلامة بارك الله فيك خطك جميل يا سلامة أحسنتي الآن سوف نقوم ب تذكر هذا الحرف من يقول لي ما اسمه الواو حرف حرف الواو حرف الواو و و و و و و و وردة و وردة و و وردة أيضاً هذا وجه هذا وجه ولد وهذا ولد أحسنتم هذا ولد وهذه ورقة هذه ورقة الأول و
ورقة. إذن هذه وردة 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 وهذا وجه هذا وجه وجه وهذا ولد هذا ولد ولد أحسنت يا حمدان ولد وهذه ورقة هذه ورقة ما هذه ورقة هل منكم أن تحملوا أي شيء يحتوي على حرف الواو يبدأ بحرف الواو ورقة وردة وردة أروني يا أبطال أروني ماذا تحملون في يديكم أحسنت يا حمد هذه وردة أحسنت يا حمد وأنت يا ماريا ماذا تحملين وردة أحسنتي أيضا سلامة ماذا تحملين يا سلامة حور ماذا تحملين حور هذه ورقة أحسنتي أيضا أهلا يا لطيفة ماذا تحملين يا لطيفة أريد منك أن تحملي أي شيء يبدأ بحرف الواو أحمد ماما حبيتك ماما هيا يا أبطال عبد الله ما تحمل في يدك يا عبد الله وردة أحسن أنا بمسك أنت أروني أحسنتم بارك الله فيكم ما هذه يا حمدان ماذا تحمل في يدك يا حمدان وردة وردة بارك الله فيك يا صغيري أحسن الآن سوف نتذكر حرف من يقول لي ما اسم هذا الحرف حرف جيم حرف السين حرف سين حرف السين س س حرف السين س س ما هذه الصورة إنها سيارة سيارة أحسنتم وهذه سمكة سمكة وهذا هذه ساعة هذه ساعة وهذا سنجاب سنجاب إذن نعيد س س سيارة س س سيارة س س سمكة س س سمكة س س س س س س س سنجاب س س سنجاب س س سنجاب 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 أحسنتم الآن أريد منكم أن تذكروا لي كلمات تبدأ بحرف السين يا حبيبي يا أبطال ساعة أيضا سبورة سبورة أحسنتم أيضا لا إحنا قاعدين ندرس سمكة أحسنتم أيضا
يارا يارا أحسنتم. الآن سوف نقرأ الكلمات البصرية. أنا أنا اسمي أنا اسمي أيضا